لبرنامج تعرفني ودنا ناخذ الاكثر تفاصيل ونعرف ونخش في اعماق البرنامج. معنا مقدم البرنامج مدثر ابراهيم، حياك الله مدثر. حضرتك اهلا وسهلا مدثر، بدايه ودك تكلمنا عن هذا البرنامج وتعطينا تفاصيل اكثر عنه. بص، هو البرنامج اول ما جالي اول مره طبعا كانت الموضوع نفسه كان صعب، يعني كانت اول مره ثاني مره اقدم برنامج على قناه المكس من بعد برنامج دراسه سعيده، بس كان معايا ناس برنامج دراسه سعيده عم غزي، وكان معايا جومانا وناس ثانيه بتسندني، اما تعرفني كنت لوحدي تماما، فالموضوع نفسه كان صعب يعني. بس مع الوقت ومع مرور الوقت ومع التدريبات طبعا ومع النصايح الكثيره جدا اللي انا خدتها، فالموضوع الحمد لله بدا يبقى سهل يعني. طيب مدثر، ما تحس انك بعض الايام تسبب مشاكل بين الاب وابنه؟ كان معظم الابهات يعني، كان في اب في الحلقه ما كانش عارف حاجات كتير عن ابنه يعني، بس فده مجرد تعديه بالنسبه لي، الاب مش عارف عن ابنه، ده كان الموضوع يعني صدمني، بس مع الوقت ومن خلال البرنامج عارفه بعض كويس. طيب استاذ مدثر، ما ايوه، هذه مسابقه تنافسيه بين الاب والابن، ما صارت مشكله كذا موقف طريف صار؟ يعني جاك الاب زعلان عليك ليه تفوز ابني، ولا جاك الابن ليه تفوز الوالد؟ لا ما حصلش. كويس، اجل انا اشوف انك تنتبه في الحلقات الجايه حفاظا على يعني على صحتك. صراحه طيب متميز. تعالى اتفرج على الحلقه، تشرفني واستنى كمان مداخلتك معايا في البرنامج. لا لازم يجيك فايز ان شاء الله، هو الوالد، وان شاء الله ان فايز ما يفوز، لكن صراحه ايه يعني ربنا يسهل كده وعامل كده، وهستنى مدخلتك في البرنامج. الله يرضى عليك مدثر، بس انا افضل اني ما اجي لا انا ولا الوالد، لان الوالد احيانا الشر يعم، فممكن يضربني ويضرب المقدم ترى. لكن صراحه مدثر احنا تابعنا العديد من الحلقات، و صراحة أسلوب مميز في التقديم، وأيضا إدارة كل حلقة بين الأب وابنه مميز وشهادة حق نقولها. شكرا لك مدثر على التميز في البرنامج، وأيضا شكرا لك على مدخلتك معنا في بيت المجد. العفو جدا، العفو جدا. كان معنا مدثر إبراهيم مقدم برنامج تعرفني، وصراحة هذا البرنامج المميز مثل ما ذكرنا، ويجمع شمل الأسرة بين الأب والابن، وفي ألعاب ومنافسات ثقافية، وجو لطيف وخفيف فعلا مدثر، والبرنامج